طيب الكابتن عامر حسين كمان كلمنا عن رأيه في بطولة الدوري الأفريقي والأزمات اللي بتواجهها البطولة، وأيضا الرد على هل اتحاد الكورة، هل رابطة الأندية بتجامل النادي الأهلي؟ نسمع ونرجع نكمل. يعني يمكن الموسم دوت ان في موضوع السوبر الافريقي ده واخد مساحه كبيره، واخد مساحه كبيره في توقيت صعب. يعني اتعملت بطوله السوبر الافريقي وبعدها اتعمل كاس العالم للانديه، واحنا اللي عندنا مشارك نادي واحد هنا وهنا، وبعدها في امم افريقيا، وبعدين شهر 3 في اجنده دوليه، وشهر 6 في اجنده دوليه، ده بالاضافه الى 4 الانديه اللي بيلعبوا في افريقيا عندنا. وبشكل كبير الانديه المصريه بتوصل للادوار اللي بعد كده النهائيه، فبتاجل لها ماتشات كتير لان عندها ماتشات كتير في الادوار اللي بعد كده، فبالتالي الامور ديت بتعمل صعوبه وانت بتعمل الجدول، خاصه ان في اوروبا بيلعبوا محددين 3 و4 في وسط الاسبوع، ما عندهمش مشكله ولا في طيران، هم ساعتين بيروح يلعب ويجي، فانت بتعمل الجدول، بتلعب على الجمعه سبت وبعد كده بيلعب 3 أو 1 وبيلعب 4 في بطولة أوروبا ويرجع تاني السبت، فما بيعملش أي تأجيلات فبتقدر تثبت الجدول. لما الاتحاد الأفريقي يقول لك أحد أيام في الأدوار الأولى، يقول لك إن كل نادي يحدد أحد أيام الجمعة والسبت والأحد وقبلها ب10 أيام. طب أنت بتحط الجدول من بداية الموسم، أنت هتحط الجدول على إيه؟ على الجمعة ولا السبت ولا الأحد؟ ما بتبقاش عارف، دي بتعمل لك مشكلة. فلما تيجي تحط الجدول بعدين الاتحاد الأفريقي بدل ما كان يلعب السبت يلعب الجمعة يقدم يوم، يبقى بوظ لك مباراة في النص اللي هي بتاعت يوم الأربعاء، ما تقدرش يلعب أربعاء ويوم يلعب يوم جمعة مرة في أفريقيا. فدي الأمور اللي بتعمل مشاكل، بالإضافة طبعا إلى 25 يوم بتوع السوبر الأفريقي دولت عملوا مشكلة كبيرة، أخدوا مساحة كبيرة، وبعدين دخلنا على كأس العالم للأندية بعدها أمم أفريقيا. فالأمور الموسم ده كنت أتمنى إن السوبر الأفريقي يبقى في سنة ما فيهاش أمم أفريقيا، يعني عشان يبقى في وقت متاح، أو تتعمل بعد نهاية الموسم، لان حتى امم افريقيا الامم الاوروبيه بتتعمل في الصيف، عشان الناس اللي بتقارن بينها وبين اوروبا، يعني الامم الاوروبيه دايما بتتعمل في الصيف عشان ما يوقفوش الدوريات بتاعتهم. كاس العالم اتعمل مره واحده في الشتاء، حصل مشاكل في الدوريات كلها، والدوري الانجليزي اتاخر، كل الدوريات اتاخرت، وبقى الضغط جامد عندهم في المباريات عشان يعوضوا في الشهر بتاع كاس العالم، عشان مره واحده حصل حاجه في الشتاء في وسط الموسم في الدوريات الاوروبيه. احنا على طول امم افريقيا في وسط الموسم، وما اتعملتش الا في الصيف الا في مصر هنا مره واحده، ورجعوا تاني اتعملت في وسط الموسم. فكل دي مشاكل انت بتشتغل عليها، انت رد فعل، فدي الامور الصعبه بالنسبه لنا. المجامله ديت لما تريح نادي عن نادي، انما احنا دلوقتي لما بنوقف الدوري قبل امم افريقيا اكتر نادي لعب 11 مباراه، هيكون لعب 11 مباراه، الاهلي لعب 6 مباريات. نيجي نشوف الاهلي لعب كام مباراه من بدايه الموسم، هتلاقي لعب في مباراه السوبر مع اتحاد العاصمه، ادي مباراه لعب 3 في ابطال الدوري، ولعب 4 في كاس العالم للانديه، ولعب 4 في السوبر، وفيهم سفريات، فهتلاقي لاعب اكتر من اللي لعب 11 مباراه اللي هو بيقول ان الاهلي مريحينه وكلام من ده، هتلاقيه لاعب اكتر من اللي لعب 11 مباراه اللي هو اقصى واحد لعب في الدوري 11 مباراه، 8 9 مباريات فرق الاهلي اكتر، واحسبهم بقى بالسفريات، شوف كام سفريه. انا بعتبر السوبر الافريقي دوت الاربع مرات اللي تلعبوا الاهلي لعبهم باربع سفريات، انه بيسافر يلعب على ثالث يوم، ولما بيرجع كان بيلعب على ثالث يوم، فبيلعب هو على سفر ولما بيرجع بيلعب على سفر، محدش اخد باله من ديت في الموضوع دوت. برضه بالاضافه لابطال الدوري مباراه ذهاب وعوده ففيها سفر برضه، فالامور طبعا يعني بيقولوا من الجامل الاهلي، والناحيه الثانيه الاهلي بيهاجمني على ان انتوا ارحم اللعيبه